أنا أفهم تصريحات السيد رئيس الوزراء واضحة جدا في ضرورة إنهاء التواجد الأمريكي. زين. جاب لهاي صار له تقريبا 6 أشهر. أستاذ كامل. شلون؟ بالعربي لو بالإنجليزي تصريحاته. هو رجال يحكي بس عربي. لا مو هي لو متابع المكتب رئيس الوزراء ينزل تصريحات بالعربي وبالإنجليزي تختلف. تختلف؟ اي طبعا تختلف. انت زود بها دكتور محمد حتى يسوي لنا حلقه خاصه عليها هاي. لا مو حتى نجيب مكتب رئيس الوزراء نجيب مكتب رئيس الوزراء وننعل والديهم اذا رئيس الوزراء يحكي شيء هم يترجمونه. موجوده وانتشرت اصلا. لا اذا موجوده وانتصرت اذا هو يحكي شيء وهم يترجمونه غير شيء جيبهم حتى يصير حسابنا وياهم. بالعربي واحد بالانجليزي. لا بصراحه انا حتى المترجم اللي كان وياه بزيارته لواشنطن انا شخصيا شفته هو يحكي شكل وهو يخفف يحكي شكل هو يترجم غير شكل يعني هوايه من عنده اكو اخطاء عنده واضحه يعني مو أو ابسط واحد عنده لغه انجليزيه بسيطه يعرف بلغة البسيطه الانجليزيه عرفت انه هذا بها اخطاء. دكتور الموقف السياسي للدوله من لغتها الرسميه هذا حتى لو طبعا بيانات اللغه الرسميه